نبغى نتعرف اليوم معك، يعني تعرفين عن بعض انواع الاقمشه، اسعارها، مميزاتها. لو تبدأ تحكينا يعني اولا عن انواع الاقمشه، ايش انواع الاقمشه؟ والله شوف، احنا عندنا طبعا انواع من الاقمشه، في انواع فخمه في خامات الرافيل، وهذه تعتبر هذه قطعه لو تشوفها، هذه خامه الرافيل تتميز بخامة القطعة وجودتها. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. وطبعا التطريز فيها طبعا على كذا مرحلة. هذا شغل يدوي تطريز أو أيوه ولا ماكينة؟ شغل يدوي. أيوه. وزي ما أنت شايف كذا عندك برضو شغل مكلف. هذه قاعدة تلالي ما شاء الله. عشان طبعا قطعة حقت أفراح ومناسبات. هذه تلفت النظر اللي لابساها. أكيد. طيب. ما شاء الله، أسعارها نفس الأسعار هذه؟ لا، هذه على 1800 1900 أوكي. 2000 ممكن، بس بنعمل خصومات طبعا. احنا قلت لك طيب الزبون بيعتمد في الشراء على يعني ممكن تلفت انتباهه مثلا زي مثل هذه القطعة بيشتريها، ولا مثلا بيدور على حسب إمكانياته المادية؟ في بعض يختلف طبعا، في بعضهم على حسب إمكانياتهم المادية وكذا، فاحنا بنشوف طبعا قديش قدرته أو إمكانياته المادية اللي تسمح، فبنشوف له طبعا القطعة اللي ممكن تناسب.